السلام عليكم، معكم الفارس شلت بافكر وعافية. فيديو اليوم بيكون على أقوى استراتيجيات تاون هول 15. بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا معانا اليوم استراتيجيات مختلفة ولكن قوية. طبعا عدد الاستراتيجيات اللي بذكرها الآن هي 3 استراتيجيات، تعتبر هي ما هي الأقوى ولكن بشكل عام هي استراتيجيات قوية جدا. الاستراتيجية الأولى التي عندنا هي استراتيجية قوية واستراتيجية حاضرة معنا من المستوى 11. طبعا هذه الاستراتيجية استراتيجية تنين كرباي. طبعا مين مننا ما يعرف استراتيجية تنين كرباي؟ استراتيجية قوية واستراتيجية سهلة في نفس الوقت. طبعا هذه الاستراتيجية من المستوى 11 موجودة، ولو كانت في المستويات الأقل كان من الممكن، ولو كانت تنين كرباي في المستويات الأقل كان من الممكن نشوف حضوره، لأن التنين كهربائي بيعتبر تنين قوي جدا وقادر إنه يجلد أقوى التصاميم. ما ننكرش إن في بعض التصاميم لا نهائيا ما يمكن للتنين كهربائي أن يمسحها، ولكن التنين كهربائي بطبيعة حاله بيعتبر جندي قوي، والتصاميم الذي ما بتكونش مش قادر إنه يعملها التنين كهربائي هذا بسبب طبيعة حاله إنه ما يقدرش يضرب أكثر من مبنى متباعدين. إذا كانوا المباني قريبة بيقدر يضربهم بكل سهولة، أما إذا كانوا المباني متباعدين فهذا الشيء بيكون صعب جدا على التنين الكهربائي. الاستراتيجية الثانية اللي عندنا استراتيجية قوية جدا، وأيضا استراتيجية كانت من قريب، يعني ما استراتيجية يعني قديمة. هذه الاستراتيجية استراتيجيات الماينر الخارق أو الحفار الخارق. طبعا هذه الاستراتيجية تعتمد على الملكة الماشية وأيضا على الحفار الخارق، ولكن هذه الاستراتيجية بتعتبر من أقوى الاستراتيجيات وبتعتبر استراتيجية سهلة تقريبا مثل التنين الكهربائي، مع أنها ما هي بنفس سهولته. ولكن كنصيحة مني، إذا كنت تريد تجرب جنود أرضية سهلة فهذا الجندي الأرضي بيعتبر من أفضل الجنود وأقواهم، في نفس الوقت هجومه بيكون شيء سهل، مع أنه ما هو سهل نهائيا لأنه كل الجنود الأرضية هجومهم ما هو سهل. ولكن إذا كنت تريد تجرب استراتيجية أرضية وسهلة فهذه بتعتبر من أقوى وأسهل الاستراتيجيات الأرضية. الاستراتيجية الثالثة والأخيرة دي عندنا بتعتبر استراتيجية قوية ومدمرة حرفيا. هذه الاستراتيجية فيك تستخدمها من تاون هول 14 وما فوق. طبعا هذه الاستراتيجية استراتيجية المحاربة الكهربائية. طبعا هذه المحاربة الكهربائية بتعتبر من أقوى الاستراتيجيات، وأنصح أي لاعب بيكون يعني محترف انه يلعبها، اما اللاعب النوب فلا انصح فيها نهائيا، لان هذه الاستراتيجية بتعتبر استراتيجية متعبة ولا يمكن التعلم بها بسهولة، لانه استراتيجية الفالكري او عفوا استراتيجية المحاربة الكهربائية تشبه الى حد ما استراتيجية الفالكري، فهم متشابهين بشيء عدا ان الفالكري بتضرب اكثر من مبنى في نفس الوقت، اما هذه في تضرب مبنى واحد وعندها الصوت الخاص فيها. بس ما يهمنا بالتفاصيل المهمة، هذه الاستراتيجية اذا كنت تريد تلعبها حرفيا استراتيجية مدمرة، ولكن هذه الاستراتيجية عيبها الوحيد انها تشبه استراتيجية الفالكري وممكن يلف جيشك في اي لحظة، فلازم التنظيف. المهم انك تنظف اكبر قدر ممكن من المباني علشان ما يلف عليك الجيش يمين او يسار. اذا قدرت انك تطرح الجيش في المكان المناسب فيعتبر هذا الجيش من أقوى الجيوش للمسح بلا منازع. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسى اللايك والاشتراك، ولا تنسى رأيك في التعليقات، ومع السلامة.